هذه استراتيجيات تم إعدادها على مستوى القطاع بمشاركة الاتحاد الأوروبي، جندة عدة خبراء على مستوى يعني خبراء دوليين وخبراء من الوطن. فيه عمل كبير جدا تم إعداده، والشيء المفيد على بالنسبة لهذه الاستراتيجية أنها تجعلنا نواكب التغيرات المناخية. أنتم شاهدتوا خصوصا في الأونة الأخيرة نفس الشيء في منطقة المغرب العربي وفي عدة أماكن على مستوى العالم. هذه التأثيرات نتاع التغير يعني المناخ تؤدي من جهة إلى تراجع في المورد المائي، وكذلك عندها تأثير آخر هو في الديريغلومون كليماتيك، هو يعني الفيضانات. نحن الآن رانا نعمل من إعداد الآليات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي للفيضانات. هذا العمل سنشارك فيه كل القطاعات المعنية، لأن هذه الاستراتيجية تستلزم في التنفيذ عمل مشترك، عمل تضامني مع جميع يعني الفاعلين والقطاعات المعنية بما فيها يعني المجتمع المدني بما فيها المواطن. لأن كما تعلمون في الفيضانات كاين جانب لابد يكون فيه توعية من أجل يعني تجنب بعض الأمور اللي تعقد أو تزيد خطورة يعني الفيضانات. كل السلطات باش ناخذ هذا الأمر لأجل تصدي لهذه الظاهرة. وأنا نقول لكم أعطيت أرقام ديجا في هذا المجال، حنا رانا نسعى في كل ولايات من أجل يعني تقليص من هذه الظاهرة. وصلنا إلى حتى 10,000 حالة، 10,000 حالة يعني ربط عشوائي على مستوى الوطني. وفيه أغلب الحالات تم حلها بالتراضي، ولكن في بعض الحالات تقارب 3,000 حالة التي وصلنا يعني بها إلى المحاكم من أجل يعني الفصل والقضاء يعني على هذه الظاهرة.